أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن أعظم الكذب على الله، فهل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك به؟ نعم، بنص القرآن، بنص القرآن: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فوق الشرك، والشرك نوع من القول على الله بلا علم. الشرك هو أعظم القول على الله بلا علم. نعم.